بدأنا المرة اللي فاتت بالأوامر بتاعة الأوتوكاد، وخدنا الأوامر اللي أنا معلم لك عليها والأبيض دي. خدنا أمر لاين وريكتانجل وسيركل وموف وميرور وكوبي، وعرفت أعمل زوم إزاي، والفرق ما بين الاختيار بالمربع الأخضر المربع الأزرق، والفايدة بتاعة السناب والأورسو والتراك والإيه والديناميك. دي الأوامر بتاعة المرة اللي فاتت اللي اتكلمنا فيها. الأوامر اللي هنتكلم فيها النهاردة إن شاء الله أمر أرك، دونات، بولي لاين، مالتي لاين، وبولوجون، وبريك، وأري، وفيلت، وستريتش، وإكستند، وإكس بلاد، وجروب، وإكس إل، وجوي. دي الأوامر اللي هنتكلم عنها النهاردة. هنبدأ بأول أمر اللي هو أمر دونات. أمر دونات، الفايدة بتاعت أمر دونات إيه؟ احيانا وانت شغال بتبقى عايز ترسم سيخ تسليح. سيخ التسليح ده ليه قطر خارجي مثلا 16 مللي، والقطر الداخلي بتاعه ايه؟ بصفر. يبقى الامر بتاعك دي او دي او ماستر. هيسالك السؤال الاولاني سبيسيفاي الانسايد دايمتر اوف دونات، نص القطر الداخلي بكام؟ صفر. سبيسيفاي الاوتسايد دايمتر اوف دونات وليكن واحد. القطر الداخلي بعد كده نص القطر الخارجي. طيب عايز اعمل دونات، لو انا عايز ارسم مثلا ماسوره، مش الماسوره دي بيبقى لها قطر خارجي وبيبقى لها سيكنس؟ طيب الاختصار بتاعه دي او. لو قلت مثلا ان القطر الخارجي بواحد واتخانه باتنين من عشره، يبقى القطر الداخلي بكام؟ تاني، القطر الخارجي بتاع الماسوره بواحد وتخنت الماسوره باتنين من عشره، يبقى القطر الداخلي بكام؟ 6 من 10. 6 من 10 واحد مستر. انا بقول لك القطر الخارجي بتاع الدونت بواحد والسكنس 2 من 10، هتطرح سكنس شمال وسكنس ايه؟ وسكنس يمين. ده الامر بتاع ايه؟ الامر. يبقى الفايده بتاعت امر دونت الاختصار بتاعه دي او مسطره. لو انا عايز ارسم سيخ تسليح، وده الفايده الاعظم بالنسبه لي ان ارسم بيه السيخ بتاعت الايه؟ بتاعت التسليح. او عايز ارسم ماسوره مفرغه، وده مش هتقابلني كتير. الحاجة الثانية الأمر اللي بعد كده أمر أرك. لو عايز أرسم خط على شكل كيرف، الاختصار بتاعه A مسطرة. هيقول لك حدد لي النقطة الأولى سكند بوينت، النقطة الثانية على الأرك، والنقطة الثالثة على الأرك. طيب الرسم ده رسم عشوائي، يعني عايز أرسم مثلا أرك طوله متر أو 4 متر والبروز بتاعه متر، لو بلكونة مثلا الطول بتاعه 4 متر والبروز بتاعه متر. ارسم لاين الطول بتاعه 4، ارسم لاين تاني من النص الطول بتاعه كام؟ متر. ارسم ارك، ادي النقطة الأولى، ادي النقطة الثانية، وادي النقطة الثالثة. في عندي كذا أمر تاني ممكن أرسم بيهم ارك. الارك اللي أنت رسمته ده أو اللي بيطلع لك في الاختصار هو أول ارك خالص اللي هو 3 بوينت بمعلومية 3 نقط. أهم واحد في دول كلهم اللي هو الستارت والإند والدايركشن. ستارت واند ودايركشن. هيقول لك حدد لي النقطة بتاعت البداية بتاعت الأرك، حدد لي النقطة بتاعت النهاية، عايز الأرك لفوق ولا لتحت. تمام؟ يبقى دول الأمر بتاع الأرك الأفيد ليك فيهم اشتغل بيه، وأنا شايف إن الثري بوينت أفيد من الستارت والاند والدايركشن. البولي لاين. أنا لو رسمت لاين عايز أرسم أرك من غير ما أطلع من الأمر، مش هينفع صح؟ اقوم طالع من الامر واجيب امر ايه؟ ارك. رسمت الارك. عايز ارجع للاين تاني، اقوم لازم اطلع وامشي في امر لاين، وهكذا صح؟ طيب انا عايز اشتغل بامر يفضل مكمل معايا من البدايه للنهايه. يعني ابدا خط، عايز اقلب ارك اقلب، عايز امشي بخط زي ما انا ماشي امشي بخط، عايز ادي تخانه للخط ادي له تخانه. الامر اللي بيعمل لي الكلام ده هو امر بولي لاين. الاختصار بتاعه بي ال ماستر. بي ال ماستر. هيقول لك سبيسيفاي ستارت بوينت، حدد نقطة البداية بعد كده نتفاهم. هيديك شوية اختيارات تحت. هيقول لك ارك واللينس والويتس، دول اللي يهموني. الارك والويتس. أنا ماشي لاين. عايز أقلب على ارك. ارك الحرف اللي مكتوب بالأزرق إيه؟
ايه صح؟ ممكن تضغط على ارك اللي تحت دي او ايه مسطره من غير ما تطلع من الامر، هتلاقي رسم لك ايه؟ رسم لك ارك. عايز ارجع للاين، اللاين عشان ارجع ليه يبقى ال ايه؟ ال مسطره. عايز اقفل البدايه على النهايه سي مسطره. لو جيت تختار الخطوط اللي انت رسمتها بلاين وارك هتلاقي كل حاجه من دول مفصوله عن بعضها صح؟ لو جيت تختار اللي انت رسمه بولي لاين هتلاقيهم شغالين كوحده واحده. لو جيت تختار اللي انت رسمه بلاين وارك هتلاقي كل واحد من دول لوحده، لو جيت تختارهم ببولي لاين هتلاقيهم مرسومين كوحده واحده. عايز احول ده لخطوط منفرده، يعني احول البولي لاين اللي انا عملته ده كله خط لوحده، افجره. امر تفجير اللي هو اكس بلاد او اكس ايه؟ مسطر. لو جيت تختار ده بعد كده تلاقي اللاين لوحده والارك لوحده. تعال نجرب كده السيكنس موضوع الويتس. هيقول لك سبيسيفاي ستارت بوينت الاول. اضغط لي على الويتس كده. هيسالك سؤالين، بيقول لك سبيسيفاي ستارت ويتس التخانه في البدايه وليكن نص. سبيسيفاي الاند ويتس نص. اللي عمله؟ برسم لك لاين بس عطله ايه؟ عطله تخانه، تخانته في البدايه بنص وفي النهايه بنص. طب انا عايز اعمل ده مثلا سهم، عايز اديله راس للسهم، يبقى دبليو مسطره او اضغط على ويتس اللي تحت دي. هيقول لك برضو سبيسيفاي الستارت ويتس، خليها واحد والاند ويتس بصفر. تمام؟ طيب بولي لاين تاني، اضغط نقطه البدايه ويتس، الستارت ويتس خليها بنص، الاند ويتس التخانه بنص. عايز اقلب على ارك ايه مسطره اللي هو الحرف الازرق وبعدين مسطره، او اضغط على الارك من تحت. عايز ادي راس للسهم ده، اروح قايل له دبليو مسطره واحد مسطره، ايه هو الواحد؟ التخانه في البدايه بتاعت الخط، وصفر مسطره اللي هي التخانه في النهايه، وما تنساش ترجع للاين. ده امر ايه؟ بولي لاين. خلي بالك انك لو فجرت ده هيطير لك موضوع الويتس، لو فجرته هيطير لك موضوع الويتس. طيب خط زي ده، مش انت كنت راسم ده بلاين وارك؟ انا عايز بقى اعمل عكس التفجير، ان انا كان واحده واحده وانا حولتهم لخطوط مفصول. انا عايز اخلي دول بولي لاين. جوين الاختصار بتاعها جي مسطر، تيجي تختاره تلاقي الخط ده كوحده ايه؟ كوحده واحده. الخط ده مثلا مع دول عايز ارجعهم تاني كوحده واحده، الاختصار بتاعهم ايه؟ جي مسطره، يبقى دول شغالين مع بعض كوحده واحده. تمام؟ اخر حاجه عشان اقول لك عليها قبل ما تطبق، المالتي لاين. لو انت ملاحظ انا شغال دلوقتي خط منفرد، عايز امشي الحيطه مثلا بتترسم بخطين، عايز امشي ثلاث خطوط مع بعض مثلا الاكس وخط يمين وخط شمال، عايز امشي باربع خمس خطوط بنفس الايه؟ بنفس السكه. الاختصار بتاعه مالتي لاين، الاختصار بتاعه ام ال مستر. ام ال مستر. في ثلاث اسئله بيسالهم لك، الجاستيفيكيشن والسكيل والستايل. ايه الجاستيفيكيشن؟ لو انا معايا مثلا خطين، ارجع بس الامر اللي انا اوضح لك حاجه. لو انا معايا خطين هيسالك سؤال الجاستيفيكيشن، يعني احط لك الماوس وانا شغال فوق، ولا احط لك الماوس وانا شغال في النص ما بين الخطين، ولا احط لك الماوس وانا شغال تحت؟ احنا شغالين غالبا بنبقى شغالين على الايه؟ على النص. فاقول له الجاستيفيكيشن، هيقول لي التوب ولا الزيرو ولا البوتوم؟ هقول له على الزيرو. السكيل، ايه هو السكيل؟ المسافه ما بين الخط ده والخط ده، اللي هو العرض بتاع الكاميرا او العرض بتاع الحيطه، ناخدها مثلا 12 من 100، بقول له السكيل بوينت 12. الستايل اجلها شويه. لو جيت ترسم هتلاقي نفسك بترسم كام خط مع بعض ماشي بخطين. ايه موضوع الستايل ده؟ ده الستايل الستاندرد الديفولت اللي موجود في البرنامج. انا عايز امشي او اعمل اربع خمس خطوط مع بعض. ام ال ستايل
مالتي لاين ستايل. هيقول لك والله انا موجود الستايل اللي عندي ستاندرد، انا عايز اقول له نيو او هات لي ستايل جديد. واديله مسمى يكون سهل بالنسبه لك. بي مثلا. كونتينيو. وخلي بالك. نيو لو اديته بي بيقول لك ستارت ويز ستاندرد، انا هبدا الخصائص بتاعتك المبدئيه بالخصائص بتاعت الستاندرد اللي هم خطين متوازيين. تمام؟ اقول له كونتينيو. هتلاقي فيه خطين اتنين، واحد على نص وواحد على سالب نص. دي مش معناها نص متر وسالب نص متر. دي معناها ان انا على بعد نص المسافه، يعني لو انت عاطيله سكيل 12 من 100 وارسمها على بعد 6 من 100. ودي سالب نص يعني على بعد 6 من 100 بس لتحت. دي معنى النص والسالب نص، يعني دي نسبه من السكيل اللي انت عاطيله اصلا. طيب انا عايز اضيف خط اد. لو تلاحظ هيعمل لك هنا بريفيو. لو قلت له اد الخط ده على الايه؟ على الزيرو، قام ضايفه لك فين؟ في النص. طيب انا عايز ارحل الخط ده لفوق، يبقى على بعد 3 من 10 مثلا، تبقى واقف عليه وفي الاوبس دي خليها 3 من 10. انا هطلع لك الخط الايه؟ لفوق. عايز احط خط كمان، برضه ضايفه لي على الصفر، عايز اغير المكان بتاعه اخليها مثلا سالب 3 من 10. رحله لك لتحت. انا عايز ادي الخط ده النص ده، انا خط في الاربعه دول، ده ولا ده ولا ده ولا ده؟ اول واحد. لو عايز اسيبه مثلا باللون الابيض، عايز الثلاثة من عشرة ده اديه لون اخضر. اقف عليه والكلر بتاعه اخليه مثلا اخضر. اللي على بعد سالب 3 من عشرة اقف عليه برضه واديه له اللون بتاعه اللي هو مثلا اخضر. تمام؟ واقول له اوكي. الستايل اللي انت رسمته ده اسمه ايه؟ بي. طيب. تعالى ننشط امر مالتي لاين تاني كده. ام ال ماستر. جاستيفيكيشن عرفنا القصه بتاعتها. السكيل عرفنا حكايتها. الستايل. الستايل بتاعك اسمه اللي انت عايز تشتغل بيه؟ بي. شغال ازاي؟ برسم اربع خطوط مع بعض مره واحده. ده يريحني جدا لو انا برسم مثلا حيطه بالاكسات. اقوم ضايف خط في النص وخط شمال وخط يمين، بس خلي بالي من الجستيفيكيشن وخلي بالي من الاسكيل وخلي بالي من الستايل. طيب انا عايز ارجع تاني لان انا ارسم خطين اتنين بس. اقول له ام ال مسطره او اخر امر على طول مسطره، وضع الستايل واكتب ستاندرد. شغال ايه؟ برسم خطين مع بعض. يبقى دي الاوامر اللي انا عايزك تشتغل عليها. امر دونات، امر ارك، امر بولي لاين. وامر بولي لاين على طول اتكلمنا وراه ان في عندي حاجه اسمها اكس بلاد، وفي عندي حاجه اسمها جوين، وامر مالتي لاين، وانك تتحكم في الستايل بتاع المالتي لاين. لو قدامك رسمه زي دي تفكيرك فيها هيمشي ازاي؟ يعني اللي خلينا مثلا في الدايره دي. الدايره دي باللي جواها. انا مثلا ده عمود دائري وجواها سياخ تسليح راسي. طيب ما دي دونت ودي سيركل. هترسم الكام دايره دول ازاي او كام دونت دول ازاي؟ اري. طيب حاجه زي دي انا عارف ان ده بولي لاين وده دونت، هكرر الدونت على البولي لاين ده ازاي؟ اري برضه. طب حاجه زي كده مربعات دي وبتتكرر برضه اري. ايه الفرق ما بين الاري ده والاري ده والاري ده؟ طب تعالى قول لي اري كده مثلا. اي ار مستر. هسالك ثلاث اسئله، بيقول لك ريكتانجولار اري ولا باص ولا بولر؟ ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ ريكتانجولار اري انا هعمل لك المنظر ده ان انا اكرر عمدان وصفوف. طيب بولر اري ان انا معايا دايره وعايز امشي على المحيط بتاعها. ده البولر اري. الباص لو انا معايا خط وعايز امشي على المحيط بتاعه. طيب تعالى نعمل الكلام ده بقى. ارسم سيركل وليكن القطر بتاعها 5. بعد كده ارسم دونت. الانسايد دايمتر بصفر لان ده سيخ. ونص القطر الخارجي ب 1 من 10 مثلا. او اكبره. صفر وخليه 8 من 10. عايز اعمل لها اري اي ار مسطره عشان تكرر على حدود دايره بولر. طيب
ايه ار ماستر بولر. لو انا واقف جوه الدايره وقعدت الف حواليها من هنا للسنه الجايه مش هيجيب لي السنتر بتاعه، يعني بلقط السنتر بتاعي ازاي واخليه يظهر لي ازاي؟ مجرد ما هتيجي تعدي بره الدايره، تعدي على الخط بتاعه وتقف، هتلاقيه يظهر لك الايه؟ السنتر. انما طول ما انت جوه الدايره ومش فاهم انت عايز تكرر على الدايره دي، مجرد ما عديت على الخط الخارجي بتاع الدايره هو فاهم ان انت عايز تلقط السنتر بتاعه. ضغط على السنتر قام منه لنفسه كده عمل لي ايه؟ عمل لي عدد. طيب عايز اعدل المسافه، اروح ضغط على ده واروح مغير في الايه؟ مغير في الزاويه. طب انا عايز اخليه يقفل معايا للاخر، فاهم قصدي؟ يبقى دي بغير منها الزاويه ما بين الدونت والدونت، والسهم الثاني ده بغير منه العدد الكلي. ده البولر ايه؟ البولر اري. عندي ريكتانجل عايز اعمل لده اري، عايز اكرره كده صفوف وكده عمدان، الاختصار بتاعه ايه؟ اي ار مسطره، بس اخليه ايه؟ ريكتانجل برضه منه لنفسه، قام اعطيني اي عدد واعطيك شويه علامات كده. اللي يهمني الخمسه دول، العلامه دي والعلامه دي والعلامه دي ودي ودي. دي لو انا عايز اكتر العدد بتاع العمدان، اقف عليها شد ده، انت كده زودت العدد بتاع العمدان. دي لو انا عايز اكتر العدد بتاع الايه؟ صفوف، ممكن تكتب العدد، تمام. دي لو انا عايز اكتر الاثنين مع بعض، اغير في العدد بتاع الصفوف والايه؟ والعمدان مع بعض. طب انا عايز العب في السبيسنج ما بين الصفوف والعمدان، انا عايز اغير المسافه ما بين العمود ده والعمود ده، وما بين المربع ده والمربع ده، اروح واقف على مين؟ على العلامه دي، خليها مثلا 5، وسع لي المسافه بين العمود والعمود. عايز اغير المسافه ما بين الصف والصف، اقف على دي واخليها 5. ده الموضوع بتاع الايه؟ بتاع الريكتانجولار اري. اللي مسطر عندي حاجه زي كده، وبعدين رسمت ارك، وبعدين رسمت لاين، وانا تعمدت ان ارسمهم منفصلين. عايز ارسم دونت بتمشي على المسار ده. طيب انا لو قلت لك مثلا دي او مسطره، وخلينا مثلا شغالين على الحاجه اللي انا شغال عليها في الدايره، مثلا دي الدونت اللي انا شغال بيها، وعملت لها اري، انا عرفت ريكتانجلر اري يعني ايه، وعرفت البولر اري معناه ايه، صح؟ فايه اللي الباص؟ قال لك سيلكت باس كيرف، الكيرف اللي انت ماشي عليه فين؟ هو ده. رسم لي عدد، واعطيني بس لو تلاحظ سهم واحد. ليه؟ لان دي كان اعطيك سهمين، لان مش عارف انت اخرك فين في الاري. انما انت حاكمه بباص، انت اخرك على الاخر بتاع الخط ده، فواحد يديك خط سهم واحد بس اللي هو المسافه ما بين الدونت والدونت الثانيه. كل ما تزود المسافه هو بيلغي دونتس من عنده، هو فاهم ان انت اخرك اخر الخط ده. طب في مشكله حصلت، ان انا عايز الاري ده يبقى على الايه؟ على ده بالكامل. طيب انا عايز احول دول لبولي لاين جي ماستر جوين، واقول له ايه؟ اري، واقول له باص وسيلكت باس كيرف، راح مكررهم لي على ايه؟ على المسار بالكامل، واعرف اتحكم في هنا. اول ما تضغط تحمر معاك تقوم ضاغط، وبعد كده لو عايز تكتب المسافه اكتب، لو عايز تلقطها بالايه؟ بالماوس بالقطه، تمام. ده الفرق ما بين البولر اري والريكتانجلر اري والبولر اري. طيب لو جيت تختار اي مربع من دول هتلاقيهم مربوطين ببعض لانهم واحده واحده، ما زالوا واحده واحده. طب انا عايز بعد كده، انا خلاص عملت الاري ووفيت الغرض، له اكس ايه؟ اكس مسطره، تمام. بيفيدني اول حته دي بالذات في التسليح وفي الرصه بتاعت الخوازيق، تمام. البوليجون ده امر اري وامر مهم وهتحتاجه كتير. امر بوليجون، لو عايز ارسم مضلع شكل خماسي شكل سداسي شكل ثماني وهكذا، الاختصار بتاعه بوليجون، بي او ال. يقول لك حدد لي النمبر اوف سايدز، عدد الجوانب بتاعته، 4 5 6 8 مثلا. سنتر، اسالك سؤال، انسكرايب انسايد سيركل،
يعني البوليجون ده عايز ترسمه جوه الدايره دي ولا عايز سيركمسكرايب اباوت سيركل؟ هتفرق معايا في حاجه؟ طب تعالى نقول السكرايب كده. معنى كده ان هو جاب لك من اول السنتر بتاع البوليجون لحد الراس بتاعت الايه؟ بتاعت المظله. طيب تعالى نجرب الخيار الثاني. جبت اخر امر بايه؟ بمسطره. 8. هيقول لي السنتر الاول بعد كده نشوف هيسالني ايه؟ قول لي سيركمسكرايب. ان هو جابه لي اللي هنا جاب لي من السنتر بتاع البوليجون لحد راس بتاعت البوليجون. هنا جاب لي من السنتر بتاع البوليجون لحد الايه؟ عمودي على الضلع. تمام؟ بيفيدني في ايه؟ بيفيدني لو عايز ارسم اكس شكله كويس، عايز ارسم اكس شكله كويس وعايز اعمل الدايره مثلا بتاعت الاكس وعليها من بوليجون من الخارج، اروح اعملها ايه؟ سيركمسكرايب. بريك. امر بريك. لو انا رسمت ريكتانجل وعايز اقص منه حته. الاختصار بتاع بريك بي ار مسطره. هيقول لي سيلكت اوبجكت. وركز قوي في النقطه اللي انا هختارها دي، انا اخترت النقطه فين؟ النقطه دي مثلا. دي الحاجه اللي انا اخترتها. يقول لي سبيسيفاي سكند بوينت. ايه اللي عمله؟ النقطه بتاعت الاختيار الاولانيه هي بدايه القطع بتاعتك. النقطة الثانية بيسألك عليها، طب أنا مش عايز الكلام ده. أقول له بي آر مسطرة. أقول له سيلكت أوبجكت. بيقول لي سيلكت السكند أوبجكت أور، وعامل لك سهم كده انزل لتحت. فيرست بوينت. أنا أحدد النقطة الأولانية تاني. أه أنا عايز أحدد النقطة الأولانية بإيدي مثلا تبقى هنا. وبعد كده أحدد النقطة الإيه؟ النقطة الثانية. فهمت الفرق ما بين بريك لو استسايب له حرية الاختيار وقمت عامل هنا على ده خط كده. هيقول لك على طول اوتوماتيك انا فهمت ان اللقطه اللي انت لقطتها الاولانيه دي النقطه الاولانيه. عايز النقطه الثانيه ولا عايز تحدد النقطه الاولانيه ثاني؟ لو عايز النقطه الثانيه اضغط على طول، لو عايز تحدد النقطه الاولانيه ثاني اروح ضغط على الفيرست ايه؟ على الفيرست بوينت. ده امر بريك. امر فيلت. بي ار. امر فيلت، انا معايا خط وخط. الخطين دول عايز اشطف الحواف بتاعتهم، فاكرين فيلت اللي كنا بنعملها في ريكتانجل؟ عايز اعملها هنا برضو ما بين خطين بس امر تعديل. قال له اف مسطره. هو يعني ايه فيلت؟ انا اعمله دوران. فطبيعي ان انا احدد له نص القطر. الراديوس. عايز نص القطر من هنا لهنا مثلا. هيقول لك سبيسيفاي الفيرست اوبجكت، الحاجه الاولانيه انت عايز تعمل لها فيلت. وبعد كده سبيسيفاي السكند اوبجكت، الحاجه الثانيه انت عايز تعمل لها ايه؟ فيلت. دي اللي كنا بنعملها في الريكتانجل مباشرة. طيب حاجة زي كده، الخطين دول ما لهمش علاقة ببعض، طب تعالى اعمل لهم فيلت كده. بيربطهم اوتوماتيك بايه؟ اوتوماتيك ببعض. طيب أنا لو عايز ما أعملش الحركة دي. عايز أعملهم كزاوية قايمة، يعني بدل ما أروح عامل ده مثلا وأقوم واقف على النقطة وأقوم شاددها. وأقف على ده وأقف على النقطة وأقوم شاددها، أنا مش عايز أعمل القصة دي. انا عايز حاجه تريحني على طول، اما اضغط على الخط ده واضغط على الخط ده يقفلهم مع بعض ومن غير ما يعمل لهم ايه؟ دايره. اعملها فيلت بس خلي الراديوس بكام؟ ده امر فيلت وبرده من الاوامر اللي بنحتاجها كتير. وانا شغال رسمت امر ريكتانجل. قلت لك الابعاد بتاعت الريكتانجل ده 30 و 50. قمت غلطت كتبتها 40. ابعاد بتاعت الريكتانجل ابعاده 30 في 40. وانا كنت عايزهم 30 في 50. يعني عايز ال 40 دي تطول لفوق كده قد ايه؟ 10. امر ستريتش. اس مسطره. انت عايز تعمل ايه؟ عايز تشد الريكتانجل على بعضه ولا تشد الحافه دي بس ودي متمسمره في مكانها؟ انا عايز اشد الحته دي بس. يبقى وانت بتعمل استرتش الله يبارك لك اختار الحته اللي انت هتشدها بس، ما تختارش الحاجه على بعضها. انا هقول له استرتش. عايز تطلع كده قد ايه؟ 10. وده بقت ابعاده كام في كام؟ 30 في 50. في طريقه ثانيه اعمل بقى استرتش. انت مجرد اصلا ما تضغط على المستطيل بيظهر لك شوية علامات كده.
العلامه دي هتشد لك الحافه دي، تمام؟ العلامه دي هتشد لك الحافه دي وهكذا، ده امر استرتش. يبقى تاني امر استرتش ار اي سي مستر، رسمت ريكتانجل 30 و 40. انا كنت عايز مثلا ال 40 دي او ال 30 دي تطول كده كمان 10. اقول له اس مسطره، انت عايز تطول ايه؟ انا عايز الخطين دول يطولوا كده. اروح معلم على الحافه دي بس. هيقول لك سبيسيفايد بيز بوينت، النقطه اللي انت هتمسك منها عشان تعمل استريتش هي النقطه دي، وامشي كده المسافه اللي انا عايزها اللي هي ال 10. ده امر استريتش. طيب واحد شغال استريتش وقال لي سبيسيفاي اوبجكت، جيت اعمل استريتش لقيت الريكتانجل بيتحرك معايا على بعض. ده بسبب ايه؟ انت اخترت الشكل على بعضه، هو هيعمل استريتش للحاجه اللي انت اخترتها. اخترت حافه هيعمل لك استريتش للحافه، اخترت الشكل هيعمل لك استريتش للشكل، يعني عمل لك موفي للشكل، تمام؟ ده امر اكستند. امر اكستند ال مسطره معايا هنا خط ومعايا هنا خط، عايز امد الخط ده لغايه الخط ده فيلت، صح؟ فهنعمل فيلت كده والريديوس بصفر. هتيجي تعمل فيلت ده مع ده، اهو يا كده يا كده. لو عملت من هنا مع هنا يعمل لك فيلت ده، يعمل لك زاويه 90 درجه. انا عايزه يسيبه لي زي ما هو كده، يمد بس الخط ده. الامر ده امر اكستند اي اكس مسطره. اختار الحاجه اللي انت هتمد ليها، بعدين مسطره، بعدين الحاجه اللي انت هتمدها، تمام؟ الحاجه اللي انت هتمد ليها وبعدين اللي انت هتمدها. تاني الاختصار بتاعه اي اكس مسطره او اكستند. هقول لي سيلكت اوبجكت، الحاجه اللي انت هتمد ليها اللي انت هتوصل لها مين؟ هو الخط اللي فوق ده. مسطره. الحاجه اللي انت هتمدها مين؟ هو الخط ده، امر اكستند. طيب احنا عارفين السيلكت صح؟ حاجه زي كده مثلا وحاجه زي كده وحاجه زي كده وحاجه زي كده، الجماعه دول انا عارف ان هم مربوطين ببعض في الرسمه. مثلا ناحيه سقف، انا عايز اربط العمدان كلها ببعض بحيث ان لما اضغط على العمود منهم يقوم ماسك العمدان كلها. جروب، ادخلها في جروب او في مجموعه، يبقى جي مسطر. جيت ضغطت على ده كده، ايه اللي عمله؟ اخر اختيار انت اخترته ربطهولك في ايه؟ في مجموعه. عايز ارجع من الامر ده تاني، يعني عايز افصل كل واحد لوحده تاني. تعالى نجرب السؤال ده. في امر تاني هيفهمك عن بعض تاني من غير ما يفكر، ده امر انجروب، يعني حاجه زي كده. جي مسطره شغالين على ايه؟ على انهم مجموعه واحده. اقول له ان جروب. يبقى امر اكس بلاد ما بيفكلكش المجموعه عن بعضها. امر اكس بلاد بيفجر لك الشكل اللي انت واقف عليه بس. انما المجموعه ما بتفكش اكس بلاد، بتفك ان جروب. الامر الاخير اللي عايز اقوله قبل ما اسيبك تطبق، امر اكس ال. لو انا عايز ارسم خط مستقيم افقي او راسي او بزاويه، خط مستقيم جايب الرسمه من اولها لاخرها، الاختصار بتاعه اكس ال. لو ضغطت ضغطه هتلاقي خط كبير كده جايب لك الشاشه من اولها لاخرها. لو كده مشيت افقي، لو كده مشيت ايه؟ راسي، لو كده مشيت على زاويه. طيب انا عايزه اكس ال، عايزه فيرتيكال على طول. بعرف ان انت شغال ايه؟ فيرتيكال. يفيدني ايه في ايه ده؟ يفيدني لو انا شغال مثلا برسم لوحه محاور، ارسم كذا محور ورا بعض. طيب لو انا عايز ارسم افقي على طول، اكس ال، اقول له ايه؟ هوريزونتال. طيب لو عايز ارسم على زاويه انجل، عايز الزاويه بكام؟ 50 درجه مثلا. هيجيب لك اكس ال على زاويه بكام؟ ب 50 درجه. دي الاوامر اللي انا اتكلمت عنها في الجزء الثاني، اللي هو الاراي والبوليجون والبريك والفيلت والاسترتش والاكستند والايه والجروب
والاكسل بتاعه.